هذا الحديث الشريف منهج رباني حكيم يدعو الإنسان إذا أتى إلى الصلاة أن يأتيها بقلب خاشع منيب إلى الله تبارك وتعالى، لأن المقصود من الصلاة أن تكون صلة بين العبد وربه يناديه ويناجيه، ويكون على شوق ومحبة وتفكر وتدبر لآيات الله تبارك وتعالى. فإذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل وخلف الدنيا وراء ظهره أثناء وقوفه وجد لذة الصلاة فنادى ربه وناجاه، وكانت مناداته ومناجاته من قلب خاشع منيب إلى الله، وحينئذ تكمل صلاته وتتحقق صلته بربه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح لها ويجد وبين أنها قرة عينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كانت الصلاة على هذا الوجه فيها الخشوع والخضوع واستشعار عظمة الله، والقلب مهيئ للتفكر والتدبر في آيات الله، جاءت ثمرات الصلاة. ولذلك سر الصلاة وحلاوتها في الخشوع. ولذلك وصف الله عز وجل أهل الفلاح بكونهم خاشعين في صلاتهم، وكان من هدي السلف رحمهم الله إكمال الخشوع في الصلاة. ولذلك ورد عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه كان إذا دخل في صلاته كأنه ثوب ملقى، لا يتحرك ولا يلتفت ولا مشغول بعبادة ربه رحمه الله. فكلما كان الإنسان خاشعا لربه مستشعرا لهيبة الموقف بين يديه كلما كان له الحظ من صلاته، والعكس بالعكس. قال بعض العلماء رحمهم الله: أجمع الناس من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أنه ليس للمسلم إلا ما عقل من صلاته، بمعنى أن الإنسان لا يأخذ الأجر في صلاته إلا على قدر خشوعه. ولذلك قد يصلي العبد الصلاة وما يكتب له إلا نصها، إلا ربعها، إلا ثلثها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الحديث يحرك نفوس العابدين إلى الصدق في العبادة، وأن يستشعروا حقيقة هذه الصلاة من أنه ليس المقصود منها رفع الرؤوس وحنيها، ولكن المقصود منها عبادة القلب والقالب، فيكون العبد منيبا إلى الله تعالى في صلاته مستشعرا لها، وهي مرتبة الإحسان التي هي من أعظم مراتب العبادة. فأجل مرتبة للعبد في طاعته مرتبة الإحسان، وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراد إذا وقفت في الصلاة فأنت إذا أردت الإحسان فيها فأصب إحدى المنزلتين: إما أن تستشعر كأنك ترى الله، أن تعبد الله كأنك تراه، والحالة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تستشعر نظر الله تبارك وتعالى إليك. والناس بين مستقل في الخشوع ومستكثر، وقد يصلي الرجل إلى جنب الرجل وبينهما من الأجر والدرجات في الصلاة كما بين السماء والأرض. فلذلك سر الصلاة في خشوعها. وكم من عبد أتقن صلاته فحفظ خشوعها وركوعها، فكانت له نورا وحجة وبرهانا في حشره. والعكس بالعكس، والعياذ بالله. والله تعالى أعلم.